مرحبا، أنا أثير من فلسطين، والآن متواجدة في مدينة بيت لحم قلب فلسطين، ورح نروح زيارات على الأماكن في بيت لحم يسهل الوصول إليها وموائمة لذوي الإعاقة. مدينة بيت لحم مكان ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، صغيرة حجماً بس غنية بالحضارة والتاريخ. إحنا هسه رايحين على ساحة المهد، جايين من شارع النجمة، وهو الطريق الوحيد الموائم المؤدي لساحة المهد. مقابل ساحة المهد هون موجود مركز السلام للاستعلامات السياح، موائم يمكن الاستفسار عن الأماكن السياحية وغيرها. وبجانبهم بإمكانكم زيارة محل الكتب والهدايا. يوجد أيضا مطعم مركز السلام موائم ومريح، تقدروا تستريحوا فيه وتأكلوا أكل شهي، وهو المكان الوحيد اللي فيه الحمام والمغسلة موائمة في المنطقة. في نفس المنطقة موجود كنيسة المهد، أقدم كنيسة في العالم، وجهة للآلاف الحجاج سنويا لأنها مبنية على موقع ولادة المسيح. فيها مدخل موائم والحركة داخلها سهلة ومريحة. الكنيسة مكونة من عدة غرف، بعضها فيها درجات صغيرة على مدخلها. المغارة تحت الأرض واللي هي تعتبر مكان ولادة المسيح بالضبط، عندها درجات كثير، لكن الأمن في المنطقة ممكن يساعده. كيلومتر شرق مدينة بيت لحم تقع بلدة بيت ساحور، وفيها أحد أكثر الأماكن القدسية للمسيحيين، حقل الرعاة. حسب الرواية الإنجيلية هون ظهر إلهم ملاك لبعض الرعاة وأعلن لهم خبر ولادة سيدنا المسيح. هذا الموقع الكاثوليكي مدخله موائم، ويوجد مسار واسع محاط بطبيعة جميلة ومنتزه صغير، وبأدي للكنيسة الفرنسيسكانية المبنية على شكل خيمة الرعاة. على مدخل الكنيسة في رمبة صغيرة بس هون احتجت للمساعدة عليه. حقل الرعاة بنقدر نروح للبلدة القديمة في بيت ساحور. وإحنا بنتجول في المنطقة حسينا حالنا محاطين بتاريخ البلدة العريق، بمساراتها الصغيرة والبواب الملونة اللي بتعكس تاريخ وطابع البلد المعروفة بالحرف اليدوية. منطقة السوق القديم موائمة ومثالية لقضاء نص يوم محاطين بالأسلوب المعماري التقليدي لبلد فلسطيني. بالمشي بجانب جدار الفاصل ممكن نوصل لفندق الولد أوف اللي صممه الفنان المجهول بنكسي. يشمل المكان بيانو بار ومعرض ومتحف خاص، كلها بتعرض تاريخ الصراع الفلسطيني مع إسرائيل. وهيك خلصنا جولتنا، وأنا هسه مروحة.
تعالوا زوروني وزوروا هذا المكان الجميل لتتعرفوا على فلسطين أكثر اندماج وموائمة.